وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: استدللت بحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، مع أن الإمام النووي وابن كثير يضعفانه. إن هذا التضعيف صحيح من وجه وغير صحيح من وجه آخر. أما أنه صحيح من وجه فهو باعتبار بعض طرقه، فالحديث بمفرداته وبعض طرقه فيه ضعف، أو فيها أعني هذه الطرق ضعف ما ووهاء ما، ولكن باعتبار طرقه ومجموعها وتعددها فالحديث حسن على أقل تقدير إن لم يكن أعلى، والله الهادي. ما المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة بن اليمان: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم؟ المقصود به إمام المسلمين القادر على تنفيذ الأحكام وتطبيق الحدود وعقد السلم والحرب، الذي ينضوي المسلمون جميعا تحت رايته وتحت لوائه، ولو كان ذلك في إقليم معين، كمثل مثلا دولة العباسيين في الشرق ودولة مسلمي الأندلس في الغرب، فكان هناك دولتان للمسلمين كل، لكن لبعد الشقة بينهما ووقوع الفرقة فيهما أقر أهل العلم بكل من الإمامين والجماعتين والدولتين، لطالما أنهما يلتئم شمل المسلمين تحت لواء كل منهما على حدة. إذن فعليك بجماعة المسلمين، أو فلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ليس المقصود به جماعة من المسلمين، وإنما جماعة المسلمين. وفرق عظيم بين أن نقول جماعة من المسلمين وبين أن نقول جماعة المسلمين. فما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهو ما فهمه الإمام البخاري في تبويبه على الحديث حيث قال: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. ليس لا يقصد به جماعة أي أناس مجتمعون، وإنما قصد به ما هو أعظم من ذلك، وهو اجتماع شمل الأمة أو قدر عظيم منها. وهذا الإمام وهذه الجماعة هي التي يسلم للمستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من استدل بهذا الحديث على هذا المعنى يسلم له استدلاله، أما من استدل به على هذه الجماعات الحزبية المنتشرة هنا والمنتشرة هناك فهذا استدلال من أقبح شيء يكون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. كيف التوفيق بين حكم العلماء بالبدعة على الأذان الثاني يوم الجمعة وحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي؟ نحن قلنا بأن الأجوبة التي تقدم هي الأجوبة ذات الصلة المباشرة بالدرس، ثم التي ليس لها صلة مباشرة بالدرس هذه تكون في المرحلة أو المرتبة الثانية. ومع ذلك أجيب عن هذا السؤال حتى لا يذهب بغير جواب، فأقول إن حكم العلماء على هذا على هذا الفعل، على هذا النداء بالبدعة، إنما منشأه زوال العلة التي أقام عثمان رضي الله تعالى عنه الأذان بسببها، وهي تفرق الناس وكثرتهم وتباعد ديارهم، وهذه علة منفية بتاتا اليوم. والعلماء يقولون في هذا النص وأمثاله: العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، فحيث وجدت العلة يوجد معلولها، وحيث انتفت ينتفي، والله الهادي. نعم. يقول: نظرا لتحير بعض العقول في فهم الإسلام وقبوله،
وقبوله فيقولون يجب أن يسهل الدين ويعدل حتى تقبله عقول النصارى والكفار في هذا العصر عصر التطور، فكيف نرد عليهم هذا؟ إن كان هذا هو المقصود بالتطور فهو تورط وليس تطورا. التطور إنما هو في طرائق اتباع الشرع وفي رقي الأخلاق لتستقيم مع الشرع، لا في تحريف الدين ليوافق العقول. ثم لنقل ولنماشي هؤلاء على ضلالهم العريض هذا، ولنقل نحن سنطور الدين وحاشا الدين وحاشانا أن يكون ذلك حتى يوافق العقول. طيب عقول من؟ عقول أبناء هذا العصر، ونحن الآن في أواخر القرن المسمى بالقرن العشرين، بعد 10 سنوات أو أكثر سيكون هناك قفزات علمية وتطورات ذهنية عند الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أعظم بكثير من قفزات القرن العشرين، لأن الساعة الزمنية عند علماء الدنيا والكون تختلف اليوم عما كانت عليه قبل 1000 شهر أو قبل 10 سنوات، وكذلك ستختلف عما هي عليه بعد 10 سنوات أو بعد 1000 شهر. فهل نطور الدين على وفق جديد وعلى فكر جديد؟ إذن سوف لا يكون هنالك دين، وإنما سيكون هنالك أهواء، وسيكون هنالك أذواق، وسيكون هنالك آراء، وسيكون هنالك أمزجة، وسيكون هنالك أفكار تموج بأصحابها تتقاذفهم ذات الشمال وذات اليمين، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالدين جاء ليصلح الناس من أول أمرهم إلى نهاية دهرهم، لا ليغير هذا الدين وتحرف أحكامه وتبدل معالمه، وإنما ليلتزم أمر الله فيه ويفهم على الوجه الذي أراده الله تعالى لعباده، وهو الذي يصلحهم وينفعهم ويسبب لهم درجات النجاح والصلاح بعيدا عن دركات الشقاوة والضلال. نعم. يقول ما وظيفة العقل مع الكتاب والسنة؟ وظيفة العقل مع الكتاب والسنة الفهم للحكم. الفهم عن الله ورسوله هي وظيفة العقل، وهو الاستنباط والنظر والتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وهكذا. أما أن يكون العقل حاكما على الشرع فهذا فيه قلب للآية ظهرا لبطن، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الآراء والعقول، لا، وإنما فردوه إلى الله والرسول. فلو جعلنا العقل حاكما ومسيطرا لكان ذلك ردا صريحا لدلالة هذه الآية، وبالتالي نقضا مبينا لكثير من الأحكام المسلمة الواردة إلينا في كتاب ربنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. من هم العلماء الذين قسموا معنى الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة إلى قسمين، عامة الناس والعلماء فقط؟ وعلى أي أساس أضيفت كلمة العلماء قبل الأمة ليصبح المعنى علماء أمتي؟ لا، لم نقل نحن قسم العلماء الحديث قسمين، وإنما قلنا للعلماء في فهم الحديث واستنباطه فهمان أو قولان، بمعنى أن واحدا منهما هو الصواب لا أن يكون كلاهما صوابا. وإذ الأمر كذلك فإن هذا قول معروف في شرح الحديث في كتب الشروح الحديثية كفيض القدير وغيره من كتب أهل العلم، ولكن ليس هذا الذي يريده الأخ السائل، وإنما يريد شيئا آخر. فعندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي، لو أردنا أن نقول أي أفراد هذه الأمة
بعامتهم وعلمائهم، فإن ذلك بعد بضعة عقود من بزوغ فجر الإسلام يستحيل وجوده وتطبيقه. لماذا؟ لأنه وجد المئات بل الآلاف من المسلمين في الشرق والغرب والشمال والجنوب، وراء البحار وأمام الأنهار وفي الجبال وفي الصحراء، في كل قضية كيف يستطيع المسلمون أن يجمعوا أمرهم وكلمتهم عليها؟ هذا أمر يكاد يكون مستحيلا. إذن كلمة أمتي إنما يعنى بها أي علماء الأمة، وهم الذين لهم الحل والعقد في الجمع والفرق في الائتلاف والاختلاف. أما العامة والدهماء والرعاع فما لهم وللعلم، وما لهم وللاختلاف والائتلاف والاتفاق والافتراق. لذلك فإن القول الأرجح في هذا الحديث هو الذي أراد أو قصد بأمتي أي علماء أمتي وليس عامة أمتي، وإنما قال من قال ذلك حتى يوعر الطريق على من يتوهم أن مجرد اشتهار هذا الأمر بين جمهور الناس يكون كافيا لقبوله بحجة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. فهذا حديث، فهذا دليل صحيح، لكن الاستدلال به على هذا الأمر غير صحيح، والله تعالى أعلم. نعم. يزعم البعض أن السلفيين ليسوا هم السواد الأعظم بحكم قلتهم بالنسبة لغيرهم. هذا زعم يناقض الذي أصلناه في كلامنا في شرح الدرس، فنحن ذكرنا أن كلمة السواد الأعظم أصلا لا دليل عليها والحديث الوارد فيها ضعيف، ومع ذلك قلنا من بعد بأننا قد نقبل كلمة السواد الأعظم إذا فهمناها على معنى اتباع الحق وأهله كما أراد المؤلف. وقد ذكرنا في الدرجة الثالثة أن الكثرة ليست دليلا على الحق، ثم ذكرنا أن نصوص القرآن أو أن معظم نصوص القرآن تدلل على أن الحق ليس معياره الكثرة، بل نصوص القرآن تدلل على أن القلة هم الممدوحون دائما. وذكرنا في ذلك خاتمين كلامنا بقول الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، فهذا إبطال لهذا الإشكال من أساسه، والله تعالى أعلم. ما المقصود بالأمة؟ السؤال الأخير ما المقصود بالأمة في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ أيضا للعلماء في ذلك قولان. القول الأول ولتكن منكم أمة أي كونوا أمة، كونوا أمة، وكلا القولين أشار إليهما القرطبي وغيره. وأما القول الثاني ولتكن منكم أمة أي العلماء الواعون العارفون بالدين. أما القول الأول كونوا أمة فإن من هنا قالوا للبيان وليس للتبعيض، وذكروا في ذلك قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم إلا واردها، هل هنا منكم للتبعيض أم للبيان؟ للبيان، وكذلك هذه سواء بسواء. فإن كانت للتبعيض فهل المقصود ولتكن منكم أمة أي جهلاء؟ لا، إنما علماء. وليكن منكم أمة سفهاء أم فقهاء؟ فقهاء، وهكذا. من أجل ذلك فإن التطبيق العملي لهذه الآية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وهذه نقطة دقيقة في الدعوة إلى الله فافهموها، فإن التطبيق النبوي لهذه السنة كان تطبيقا دقيقا جدا. بمعنى ذكر أبو زرعة وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن أكثر من 100,000 من الصحابة شهدوا حجة الوداع، ومع ذلك لو تأملتم في السنة والسيرة لرأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل
مبعوثيه ورسله الى المدائن والامصار الا وكانوا علماء الصحابة وفضلاءهم وكبارهم وفقهاءهم. معاذ بن جبل، علي بن ابي طالب، ابو موسى الاشعري، مالك بن الحويرة، كلهم لو عدهم العاد احصاهم. اذا لا يكون ارتقاء بالدعوة ورفعة لها الا على ايدي الخاصة من اهل العلم وطلاب العلم وفي الفقهاء. اما الرعاع والهمج والجهلة فليس لهم الا ان يجلسوا جافين على ركبهم امام اهل العلم وبين ايديهم ليتعلموا دين الله ثم يعلموا ويتعلموا او ويدعو الى الله على وفق هذا الذي تعلموه. نعم، انتهينا، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.